سيدات والسادة، أسعدتم أوقاتا. موضوع فيديو هذا اليوم القصير سيكون عن الفرق بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، لأني وجدت الحقيقة عند الكثيرين عدم قدرتهم على التمييز بهذا الموضوع، وكثير منهم طالبني بأن أوضحها بشكل دقيق حتى تكون متاحة للجميع. وأنا أظن أن هذا التفريق سيكون مفتاحا للدخول إلى موضوع التاريخ، بدون من أقرب إلى المستحيل أن نفهم التاريخ، لأن فهم التاريخ يعتمد على تقسيم الزمن الذي عاش فيه الإنسان، وهو ما نسميه بتاريخ الإنسان. طبعا كلمة التاريخ تشمل حتى تاريخ الكون، يعني هناك الآن من يستخدم كلمة تاريخ الكون منذ ظهوره إلى الآن، ويقسمه إلى مراحل: تاريخ الأرض على سبيل المثال، تاريخ الحياة، تاريخ الإنسان. هذه هي التدرجات الطبيعية للموضوع. فتاريخ الإنسان حسب رأي العلماء أنه يمتد من 2.7 مليون سنة قبل الآن وإلى هذه اللحظة. الحقيقة هذا التاريخ يجب أن يميز، يجب أن يتبوب ويتقسم إلى مراحل حتى نفهمه. الشيء المثير في هذا الموضوع هو أن عصور ما قبل التاريخ طويلة جدا في حياة الإنسان، فقد استغرقت ما يقرب بين 98 إلى 99% من تاريخ الإنسان، بمعنى أغلب حياة وتاريخ الإنسان كانت في عصور ما قبل التاريخ. ولذلك من وجهة نظري علينا أن نهتم بها. الكثيرون يبدأون دائما من منتصف الأمور، من بدايات بسيطة. أنا أقول لا، يجب أن نبدأ دائما بتفحص عصور ما قبل التاريخ لكل بلد ولكل حضارة ولكل ديانة ولكل، يعني عندما نتحدث عن الأديان يجب أول مرة أن نتكلم عن الأديان ما قبل التاريخ، عن الحضارات، عن الصناعات، عن أي شيء تمتد جذوره لهذه المرحلة. والحقيقة أنا يعني في زمن سابق كنت قد وضعت كتابا اسمه سحر البدايات، الذي يتحدث عن الشعيرات والجذور البسيطة الأولى في عصور ما قبل التاريخ لما يقرب من 25 ظاهرة، يعني المجتمع والدين والفنون والحب وإلى، يعني كل هالظواهر هذه كيف بدأت هناك ثم كيف تواصلت مع بداية العصور التاريخية. وأتوقف، أقصد من هذا الكلام أننا يجب أن نفحص عصور ما قبل التاريخ ومتى حصلت، وسأبدأ بها. عصور ما قبل التاريخ تمتد من 2.7 مليون سنة قبل الآن ولغاية 3200 سنة قبل الميلاد. لماذا هذان التاريخان أو هذان الزمنان؟ الزمن الأول هو أول ظهور للإنسان من شجرة الكائنات العليا التي تمايز عنها وأصبح واضح بأنه كائن جديد. هذا حصل بالضبط مع ظهور أول إنسان على وجه البسيطة، وهو الإنسان الصانع أو الماهر، يسمونه هابيلس. ثم يستمر هذا، لكن حقيقة الاستمرار بطيء جدا جدا بطيء، بسبب من صغر دماغ الإنسان وحتى عدم استقامة قامته. الإبهام ما كان مفصول بشكل جيد عن بقية الأصابع، لأن عندما فصل أصبح استعمال اليد أفضل. وهكذا نرى أن هذا الزمن استغرق زمن وقت طويل جدا، يعني وصلنا إلى تقريبا إلى 3200 حتى أول انتهاء له حصل في مكان معين، لكن بعض الشعوب ظلت يعني 1000-2000 سنة أخرى حتى انتهت من هذه العصور بسبب انتشار ثقافة عصور التاريخ. لماذا 3200 انتهى
انتهت عصور ما قبل التاريخ، لأننا شهدنا ظهور الكتابة. والحقيقة ظهور الكتابة ترافق أو تلا ظهور المدن. المدن ظهرت في حدود 5000 قبل الميلاد، ثم جاءت الكتابة بعد حوالي 2000 سنة، يعني بين 5000 إلى 3000، عندنا 2000 سنة ظهرت المدن، وداخل المدن مؤسسات، ومن ضمن المؤسسات المعبد وغيره، ومؤسسة الحكم. وفي داخل المعبد وخصوصا في مدينة أوروك ظهرت الكتابة بشكلها الصوري الأول. والحقيقة ما كان القصد منها أن يستعملون، يعني يحولون اللغة إلى حروف مكتوبة، لا، كان القصد منها هو المقايضة، البيع والشراء، لأنه ما كانوا يعرفون كيف يثبتون أن فلانا باع لشخص معين مثلا مجموعة من الخراف في مقابل مثلا أكياس من القمح. فهذه ولدت حاجة لرسم الخراف على جهة والقمح على جهة والمعادلة بين هذا العدد وهذا العدد. العملية بطيئة جدا وتطورت بصعوبة، احنا ما نقدر نتخيل كم كانت بطيئة، وكم يعني تمر مئات السنوات ما يحصل شيء، إلى أن أصبحنا تحولت كل حاجات اللي حول الإنسان إلى أيقونات، إلى أشكال تشكيلية مرسومة. وحتى بدت الأفعال، يعني مثلا الرجل على سبيل المثال تتحول إلى معناها يمشي، أيضا هي مو فقط القدم، أو لا، معناها المشي. الفم معناها الطعام أيضا، وهكذا عملية شاقة جدا ومعناها يتكلم. فهذه الحقيقة ظهرت، لما ظهرت الكتابة كأن العقل البشري وصل إلى نقطة نوعية في اختراعه الكتابة. فانتهت هذه العصور. هذه العصور حتى أقسمها بشكل علمي ودقيق جدا أقول ما يلي: هناك عصر، أول عصر في العصور الحجرية أو عصور ما قبل التاريخ نسميه الأركيوليت، اللي هو العصر الحجري الحفري أو العتيق جدا. حقيقة هذا ما ينوجد إلا في أفريقيا، يعني أفريقيا تحت الصحراء. لماذا؟ لأنه ما انتشر، يعني لأن هناك ظهر الإنسان الأول، فهذا العلماء عادة لا يثبتونه. لكن عندما نتحدث عن أفريقيا تحت الصحراء يجب أن نثبته، فنهمله في لأن بقية العالم أوسع من هذه المنطقة ضيقة. فنبدأ بالعصر الأول. أنا بسأل أقول شيء واحد وهو يبسط لكم كل الموضوع الذي أتكلم فيه اليوم. هناك 4 عصور ما قبل التاريخ وأربع عصور تاريخية، ببساطة شديدة يعني هناك 4 بـ4، يفصل بيناتهم خط صغير جدا هو ظهور الكتابة. كل المحاضرة هي هذه 4 بـ4. ما هي 4 الأولى اللي هي 4 عصور ما قبل التاريخ؟ أول العصر الأول هو العصر الباليوليث، نسميه العصر الحجري القديم، ينقسم 3 أقسام، نترك الأقسام، بس هذا عصر طويل جدا، يعني بين 2.7 قبل الميلاد إلى تقريبا استمر، يعني نستطيع أن نقول إلى 18000، بين 18000 إلى 12000 قبل، يعني مسافة قريبة من عندنا، يعني تقريبا كل الزمن استغرق هذا الباليوليت. فالباليوليت عصر قديم ولكنه مظلم، بمعنى منجزات الإنسان فيه بطيئة جدا جدا. هذا أول عصر. العصر الثاني هو عصر الميزوليت. الميزوليت هو عصر وسطي، ما استمر غير بين 18000، بعض الشعوب 20000 إلى 12000، هو الستاندرد 12000، يعني هذا هو القياسي. فبين هذين يعني التاريخ عصر بسيط، بدأ الإنسان يتحول من جامع الثمار وصياد إلى يعني اهتم بتدجين الحيوانات واستئناسها، وحتى تدجين النباتات، بمعنى يعني أن يحدد منطقة محددة، يعني نسميها الزراعة البرية، هاي قبل الزراعة. القصد أن هذا العصر عصر قلق، يعني سيتحول رأسا
إلى العصر الثالث المهم جدا جدا، وهو عصر النيوليت اللي هو عصر اكتشاف الزراعة. عصر اكتشاف الزراعة قلب كيان الإنسان كله. لماذا؟ لأن الإنسان لأول مرة في هذا العصر يتجمع على شكل مجتمعات. قبل كانت جماعات صيادين متفرقة، جماعات لاقطي ثمار متفرقة، جماعات مدجنين للحيوانات متفرقة، لكن مع الزراعة تكونت القرية. يعني في حدود 7-8 آلاف قبل الميلاد كمعدل أيضا ستاندرد بدأ عصر النيوليت، وهو عصر اختراع أو عفوا اكتشاف الزراعة ونشوء القرى. وداخل القرى ما حصلت تطورات نوعية وكبيرة جدا، يعني تجمعات، ظهرت لإلهة الأم، أول عبادة، بداية الدين يعتبر في عصر النيوليت أيضا، بداية الأساطير الشفاهية اللي ما نعرفها، يعني لم نلتقطها لأنه راحت مع لم تدون. ثم يأتي آخر عصر اللي هو العصر الرابع، احنا قلنا 4، يعني نيوليت عفوا باليوليت ميزوليت نيوليت ثم كالكوليت، حتى أقولها بالعربي، عصر الحجر القديم، عصر الحجر الوسيط، عصر الحجر الحديث، ثم العصر الحجري النحاسي. العصر الحجري النحاسي حصل فيه انقلاب ذكوري، يعني الرجل هو الذي بدأ يقود المجتمع وتتشكل المدن وليس القرى مع اختراع النحاس أو اكتشاف النحاس. النحاس اكتشف داخل مناطق يعني في معدنية طبعا، فرأى الإنسان بأنه بالإمكان أن يكسر منه قطع ويصهرها ويحولها إلى أسلحة وأدوات معدنية أكثر قوة من تلك التي كان يصنعها من الحجار. فهذه نقلة كانت أيضا نوعية. في تقريبا هذا العصر تقريبا انتهى في حدود 3500 بهذه الحدود. بين هاي 3500 إلى 3000 عصر مفصلي، هو هذا راح يفصل بين عصور ما قبل التاريخ اللي عددنا مراحلها إلى العصر التاريخي. هذا ما نعتبره عصر يعني طويل، يعني هو حتى بعض العلماء يسووا 200 سنة، لكن هو بين 500 إلى 200 سنة ينتهي هذا العصر ليبدأ التاريخ. يبدأ التاريخ، هذا عصر التاريخ، العصور التاريخية التي بدأت خلينا نقول في حدود 3200 قبل الميلاد. الآن نفس السؤال اللي رجعني، ما هي عصور التاريخ؟ احنا قلنا 4 بـ4، إذا ما هي الأربعة؟ أربعة يعني العصور التاريخية الأربعة ما هي؟ أولا العصر التاريخي القديم، وكلمة القديم هنا مو معناها يعني كلمة إنشائية، لا، مصطلح هذا ancient يسميه، حتى ما نقول old بالإنجليزي، نقول ancient. ancient يعني قديم. فالعصر الحجري، العفو، العصر القديم أو التاريخ بشكل أدق شوي الكلمة، التاريخ القديم ancient history، هنا تاريخ ماكو ما قبل التاريخ، التاريخ القديم. هذا العصر أيضا طويل جدا، تقريبا هو أطول عصر للإنسان، يمتد من 3200 قبل الميلاد إلى 476 ميلادي، يعني قطع كل مسافة هاي الآلاف الثلاثة وقفز على العصور الميلادية وفي حدود 476 ميلادي. لماذا 400؟ نحن نفهم بأنه بدايتها هي بداية الكتابة، صحيح 3200 قبل الميلاد، لكن لماذا 476؟ لأن سقطت آخر دولة قديمة، آخر إمبراطورية أيضا قديمة، وهي الإمبراطورية الرومانية اللي تمثل، هي خلاصة ما حصل في التاريخ القديم. يعني هو نمطها وأسلوبها وطريقتها كانت قديمة على الطراز القديم، لأن هذا موضوع طبعا يمكن اللي متابع محاضراتي يستشعر، لأني كنت أتحدث بإسهاب لماذا نسمي هذا عصر قديم ولماذا نسمي هذا أو تاريخ قديم ولماذا نسمي هذا تاريخ وسيط. إذن 476 ميلادي هو سقوط روما، سقوط آخر خلينا نقول عليه حضارة أو دولة قديمة، هذه انتهينا من عيدها. نأتي إلى العصر الوسيط. العصر الوسيط يختلف كثيرا عن العصر القديم. هنا
مجموعة من الأديان حولت نفسها إلى إمبراطوريات. طبعا بدأت الديانة اليهودية بموضوع، لكن الديانة اليهودية لم تتحول إلى حتى دولة، ظلت يعني هي مثل اللي يعني هو المرة الزرادشتية ثم اليهودية، يعني هم أعلنوا التوحيد، لأن هو العصر هذا ميزته أن هناك ديانات شمولية توحيدية. لكن أول ديانة شمولية بدأت بالنشاط وتكوين نفسها هي الديانة البوذية الشرق الأقصى، تشكلت ثم تحولت هذه الديانة إلى إمبراطورية، لكن نمط الإمبراطورية مختلف، ليس سياسي إنما كان إلى حد كبير ديني وثقافي. هذه أول واحدة. الساد الشيء الثاني هو المسيحية. عندما ظهرت المسيحية من بطن اليهودية استولدت، ظهرت من عندها اليهودية كانت ضيقة ومحدودة وما تسمح بالانتشار، المسيحية الإله لكل العالم والبشر كلهم يجب أن يكونوا مسيحيين، وهكذا كانت تبشر بقيم جديدة، وإذا بها تنتشر في العالم بأكمله. بدأت بالإمبراطورية البيزنطية ثم ذهبت إلى أوروبا وأصبحت هناك الكاثوليكية، وكانت الأرثوذكسية الأولى اللي نشأت فيها في 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 المشرق وانتشرت في العالم كله، وأصبحنا في ذلك الزمن أمام إمبراطورية مسيحية ضخمة جدا لكنها طبعا غير موحدة. لماذا؟ لأن الأرثوذكس في مكان، البيزنطيين في مكان، الكاثوليك في مكان، ثم جاءوا البروتستان، يعني هي غير موحدة، لكن احنا ننظر إليها على أنها شملت. هذا الكلام ما معناه؟ خلي أكمل الإسلام ثم أتكلم عن هذه الملاحظة. ثم جاء الإسلام أيضا دين تبشيري منتشر، جاء ك يعني خلاصة لفكرة التوحيد، وقدم نفسه بذلك الزمن وانتشر انتشار عجيب من الصين إلى إسبانيا، كأنه ضم روح الشرق الأدنى وقريب من الأقصى، يعني ضمه لنفسه فعمل إمبراطورية ضخمة. وهذه الإمبراطورية أيضا لم تكن موحدة 100%، أيضا شهدت فيها الدول في داخلها، يعني تكونت هناك دولة أندلسية وفاطمية وسامانية وغزنة، يعني أشكال كثيرة جدا من الدول لا نستطيع أن نحصيها الآن. ولكن عموم طابع الوسيط الذي بدأ لنقل من 476، لكن أول فيلم له، أول كسرة له هي في 1453. لماذا؟ أيضا نسأل ليش العصر الوسيط انتهى ب 1453؟ لأن المسلمين دخلوا البيزنطة، يعني دخلوا القسطنطينية، وأوروبا دخلت في طور جديد من التحولات، يعني هناك تحول جديد. من هناك أيضا الأندلس دخلوا الإسبان، فكأن أوروبا تحولت إلى شيء آخر جديد. وفعلا مع الزمن شفنا بأن هناك تجديد للحياة الإنسانية في أوروبا باستبدال الدين كقاعدة أساسية للإنسان بالحياة المدنية وبالعلوم. موضوع اختلف، يعني هناك شيء آخر توجه للإنسان. هذا نسميه رسميا على مستوى الكتاب، قصدي رسميا على مستوى العلم التاريخي، نسميه بالعصر الحديث. يمتد إذن عندنا القديم عرفنا، الحديث الوسيط عرفنا، والآن الحديث. الحديث يمتد من 1453، بدأ تحرر الغرب من 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 الفكرة المسيحية على الأقل، يعني بدأ مناقشة هذا الموضوع من جديد، وينتهي بعام 1945. لماذا 1945؟ أيضا نفس السؤال. الحقيقة لأن الحرب العالمية الثانية انتهت، والمغزى من هذا الموضوع أن الحربين العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي حروب قومية داخل، يعني بعد أن الإنسان أراد أن يتحرر من الدين ووصل مرحلة جيدة من عدم هيمنة الدين على حياته منذ 1453، لكنه لم يحسم موضوع تنابز جديد
غير موضوعي هو التنابز القومي، فاحتدمت قوميات أوروبا يعني في الحرب العالمية الأولى 14 وفي الحرب العالمية الثانية 39 احتدمت احتدام عسكري، واحد يأكل الآخر، وإلى أن هدأت الأمور مع 1945، وكأن الغرب أراد أن يقول لنا أننا تخلصنا من حساسيتين، الحساسية الدينية والحساسية القومية، باعتبار هاتان المنظومتان تعصبيتان. فالإنسان تحرر من هذا التعصب ودخل عصرا جديد، تاريخا جديدا اسمه التاريخ المعاصر، تسميه contemporary. تاريخ المعاصر ما هو؟ من 1945، وهذا الكلام مش ينطبق على أوروبا، ما ينطبق علينا، مناطقنا ما زالت غارقة في هذه الأوحال، لأنه الأمر ما زال غير محسوم وملتبس وطريقه يبدو طويل. التاريخ المعاصر في أوروبا بدأ من 1945 إلى يومنا هذا وما زال مستمرا، تبدلات وأقطاب، ويعني شارحها في أغلب محاضراتي. هذا هو، إذا عندنا أربع عصور تاريخية وأربع عصور ما قبل التاريخ، يفصلها خط اسمه البروتو ليتريت أو بروتو هيستوريان، يعني شبيه بالتاريخ، شبيه بالكتابة، هذا خط فاصل بسيط جدا يفصل بين هاي العصور القديمة الموغلة في القدم وهذه العصور التاريخية. أرجو حقيقة من كل المهتمين والمتابعين، أتمنى فعلا أن يستفيدوا من هذا التقسيم، لأنه هذا التقسيم أنا شخصيا أتحدث عن تجربتي، فك لي مغاليق كثيرة جدا، بدونه صعب، بدونه سنخبط الأمور ببعضها وسيعني نتوه، لكن عندما نضعها في مكانها الصحيح سنفهم كل شيء، الظواهر تتجلى بوضوح، لكن إذا دخلت في عموميات واجتهادات البعض، أكو ناس عندهم يعني اجتهادات خاصة وكأنه هي قضية تخصهم، يعني كان هم لازم يقرروها، هذه علوم إخواني، هذه علوم يعني يعني جهود علماء يتوصلوا إلى أن يستقروا على هذه الأمور، ربما تأتي تقسيمات أضبط، لكن لحد الآن نستعمل هذه الطريقة في التقسيم. أتمنى أن أكون قد قدمت لكم شيئا مفيدا في هذه الحلقة. شكرا.